You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself. لوتارو مارتينيز اسم تداولته كثيرا الصحف الإسبانية، ومسألة بقائه في إنتر أمرا بات صعبا إن لم يكن مستحيل. بحسب الصحف والإعلام الإسباني المقرب كثيرا من أجواء البرسا، سبورت والموندو ديبورتيفو، برشلونة اختار مهاجمه القادم بتوصية كبيرة من ليو ميسي. لا أحد بإمكانه أن ينكر رغبة لوتارو في اللعب بجانب ليو في المنتخب الأرجنتيني، ثنائية قد نشاهدها انطلاقا من الموسم المقبل في البرسا. كل الظروف تؤدي إلى نتيجة واحدة، لوتا سينتقل إلى النادي الكتالوني في صفقة ستصل قيمتها إلى 110 مليون يورو، مع بعض المحاولات من الإسبان من أجل مكافأة إنتر وإدراج أسماء أخرى في الصفقة مثل جونيور فيربو اليساري الذي قد يكون اللاعب المثالي للمدرب كونتي. جونيور لاعب سريع مهاري وقادر على تسجيل وصناعة الفرص تماما مثل ماركوس ألونسو في تشيلسي. خلال الأسابيع الفارطة لم يهدأ الإعلام الإسباني أبدا، وزاد من ضغطه على أبيدال ومن معه تصريحات وحوارات صحفية مع مكتشف لوتارو في الأرجنتين فابيو رادييلي، الذي أكد أنه سعيد بما وصل إليه ابنه وأوصاه بضرورة استغلال فرصة اللعب بجوار ميسي. لماذا؟ لأنه ميسي، وعدم الالتفات إلى العروض الأخرى من السيتي والريال مدريد. الزاوية الأخرى التي ركز عليها إعلام البرسا هي عدم رغبة مارتينيز في الالتفات إلى عروض الفرق الإسبانية. كيف ذلك؟ الموندو ديبورتيفو تحدثت مع رئيس نادي راسين كلوب الذي فجر مفاجأة مدوية. لوتارو في سن 18 رفض عرضا مغريا من كشافي الريال في الأرجنتين، وقيمة العرض كانت لا تقاوم أبدا. بعد سنتين رفض أتلتيكو مدريد ورفض أيضا فالنسيا، واختار إنتر ليس من أجل المال. جماهير إنتر أمام حقيقة لا مفر منها، لوتارو مارتينيز سيغادر بيد وكيله عروض مختلفة أكثرها جدية من السيتي والبرسا. والمشكلة أن لوتارو رفض قبل فترة تجديد عقده ببند تسريحي قيمته أعلى من 110 مليون يورو، وهذا مفاده أن وكيل لوتارو قرر بيع موكله. لوتا تكتيكيا هو لاعب مثالي في 4-3-3. اختياره اللعب في السيتي أو برشلونة هي مسألة ثانوية من الناحية التكتيكية والكروية وحتى المالية أيضا. النقطة التي ستحدث الفارق هي ليونيل ميسي، ولكن حذاري ثم حذاري من تأثير بيب غوارديولا.